الهلال الأحمر السعودي بالرياض يدعو إلى متابعة كبار السن وذوي الأمراض التنفسية ويرفع جاهزيته تحسبا لتحذيرات الأرصاد. أعلنت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض رفع جاهزية جميع الفرق الإسعافية والعمليات بالمنطقة تحسبا لوقوع أي طارئ. ودعا المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة عبد الله بن نايف المريبض المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة كبار السن ومن لديهم أمراض تنفسية وعدم التردد في طلب فرق الإسعاف على الرقم الموحد 997 واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات المعنية. ويأتي ذلك على إثر التحذيرات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تأثر منطقة الرياض بالرياح النشطة وأتربة مثارة تتدنى معها الرؤية الأفقية. وللحديث أكثر عن هذه التحذيرات معنا على الهاتف المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. المتحدث باسم طوارئ الملك سعود الطبية الدكتور معنا الآن للمداخلة في موضوع أخبار غبار الرياض الدكتور عبد الله عكام. والدكتور عبد الله عكام هو استشاري طوارئ الأطفال ومدير برنامج طب طوارئ الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية. حياكم الله دكتور عبد الله. الله يحييك أخ محمد وأحييك في هذه الليلة المطيرة، ويسعدني أن أتشرف بهذه المداخلة وأحيي ضيفك الكريم وجميع مشاهدي قناة المجد إخوة وأخوات. حياكم الله دكتور. اسمح لي أبدأ معك. وردتنا معلومات في البرنامج أن مدينة الملك سعود الطبية اليوم استقبلت تقريبا في طوارئ الأطفال 108 حالات كانت عبارة عن أزمات تنفسية، منها حالة تم إدخالها العناية المركزة. هل تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها؟ ولو تعطينا بعض التفاصيل مما حدث اليوم في طوارئ الأطفال. نعم أخي الكريم، خلال 24 ساعة ولله الحمد طبعا طوارئ الأطفال مدينة الملك سعود الطبية دائما وأبدا مثل أي طوارئ في المملكة تأخذ الأخبة والاستعداد لمثل هذه المواسم والتغيرات والتقلبات في الجو التي ليست بغريبة على مدينة
مدينة الرياض والمنطقة الوسطى. أما بالنسبة لما ذكرت أخي الكريم فبالفعل هي حوالي 110 حالات خلال 24 ساعة، ولله الحمد معظم الحالات عولجت في الطوارئ وأخرجت ما عدا أربع حالات تحتاج التنويم، منها حالتين بعد أن استقرت ودخلت إلى اللجنة العامة ولم تدخل أي حالة إلى العناية المركزة ولله الحمد. ولله الحمد والفضل منا طبعا، هذا أكيد بفضل رب العالمين، ثم بجهودكم مشكورين في المدينة. أيضا دكتور عبد الله، في يعني بعض الناس كانوا يطلبون توجيهات وإرشادات، كيف ممكن أنهم يحافظون على سلامة أبنائهم في مثل هذه الأجواء المليئة بالغبار والأتربة؟ أشكرك أخي محمد على هذا السؤال المهم، وهو صراحة يعني لا بد أن نتنبه لمثل هذه الأجواء والتقلبات التي تؤثر على أمراض الأطفال الذين لديهم حساسية في الصدر أو ما يسمى بالربو، وبالتالي هناك إرشادات معينة منها الاستمرار في العلاج بشكل مستمر، وإذا تلزمت الحالة مع استمرار العلاج الصحيح بشكل صحيح فعليهم التوجه إلى أقرب قسم من أقسام الطوارئ أو إلى مراكز صحية إن احتاج إلى ذلك. الأمر الآخر أن يتجنبوا الأشياء المثيرة سواء الغبار أو غيرها من الأشياء المثيرة والتي قد تؤزم من حالات الربو أو يعني أي حالات التنفس أو ما يشتد بالتنفس حالات الربو، وبالتالي فإنهم لا بد أن يتجنبوا سواء الغبار أو ما إلى ذلك من دخان أو أتربة أو حتى أي مثير من المثيرات في البيوت عموما. جميل دكتور عبد الله، طبعا احنا لما اعلنا الاستضافه في تويتر كان في سؤال ودي جوابه عشان الوقت بس يكون في اقل يعني من 30 ثانيه. كانت الناس تتساءل عن اجهزه الترطيب المنزلي والتي الان يعني يسوق لها الكثير انها تنقي الهواء وترطبه وأن لها أثر إيجابي على الجهاز التنفسي، هل هذا الكلام صحيح ودقيق؟ والله يا أخي العزيز نحن كأطباء
نبني ذلك على دراسات طبية، وبالتالي ننصح المرضى هذه العلاجات التي تعطى للمرضى من الفنتولين وما إلى ذلك من علاجات الربو هي التي ينصح بها، بالإضافة إلى تجنب المثيرات. جميل. هي أهم شيء. أما أجهزة الترطيب فلا أعلم أي دراسة تدل على أنها مفيدة، وإن كان بشكل عام الشيء الرطب يعني يفيد طبعا، لكن بعض الحالات لدينا حالات يعني في الأجواء الرطبة في الشرقية وفي الغربية ولديهم رب، أليس كذلك؟ جميل. بالتالي لا توجد صراحة إلى حد علمي أي دراسة تؤيد أو تنصح باستخدام هذا الأجهزة من الرب. أهم شيء إنه صراحة يهتم بشكل كبير بالعلاج والمواظبة عليه بالجرعة الصحيحة ووقت صحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطفالهم من المثيرات. هذا أهم شيء. هذا واضح وكافي وشافي. شكرا لكم دكتور عبد الله عكام، استشاري طب طوارئ الأطفال ومدير برنامج طب الطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية، على هذه الإيضاحات وأيضا النصائح الجميلة. شكرا لك دكتور.